الحرب التي كانت غاشمة وقاسية منذ 13 عاما وجلبت رياحها بعض أبناء العراق إلى مصر تركت علامة ما زالت واضحة في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. هنا تجمع معظم العراقيين الذين لم يستطيعوا جلب نهري دجلة والفرات أو حتى حدائق بابل المعلقة، لكنهم جلبوا تراثهم الذي يستطيع الجميع رؤيته قائما حتى الآن في مطعم أبو حسين. احنا أول ما أجينا يعني كان 6 أكتوبر سكن بها قليل، يعني كناس مسكونة قليل، فسكنوا بها العراقيين كثير. فإحنا حالنا حال الآخرين، يعني جينا كعراقيين موجودين هنا وعراقيين، فسوينا المطعم هنا. عندي نوع من الخبرة بالأكل والأكل العراقي بالذات، وما كانش في مطاعم هنا بمصر مطعم عراقي، وكان موجودين عراقيين كثير كمغتربين هم بعد الأحداث بعد 2006. فعملت المطعم واشتغلنا والحمد لله بقالنا 10 سنوات شغالين الحمد لله. مع وقت الظهيرة يمتلئ مطعم أبو حسين بزبائنه العراقيين ممن اعتادوا تناول الوجبات العراقية هنا كمحاولة لتناسي الغربة، وزبائن من كل الجنسيات أيضا ممن أحبوا المطعم العراقي كأبو يوسف الذي عمل طوال حياته كطاه للأكلات المصرية، لكنه الآن أحد أمهر طهاة الأكلات العراقية في مطعم أبو حسين. لما أبو حسين فتح هنا وجيت نزلت معاه، فطبعا كان معايا فكرة عن الأكل العراقي، بس هو طبعا وقف معايا وفهمني طبيعة الأكل العراقي إيه، فيعني بشهادة منه من الزبائن العراقيين كأنهم بيأكلوا في العراق مش بيأكلوا في مصر. صار لي 10 سنين ساكن في مصر، 6 أكتوبر، مطاعم عراقية إحنا كثيرة يعني، بس أبو حسين أفضلهم، إنه يعني يقدم أكلات عراقية أصيلة يعني، من الكباب والقوزي، وهاي الأكلات يعني تذكرك بلدك يعني، وهاي الأكلات هم من تفرق يعني الجاي وحدهم بدون عائلة. يا حلو من الله جابك. 10 سنوات قضاها أبو حسين في مصر وما زال مصرا على الاستمرار فيها بمطعمه، لكن على عكس عدد كبير ممن قرروا إنهاء غربتهم. أوضاع العراق التي رأى فيها البعض قليلا من الاستقرار عادوا على إثره لبلادهم مرة أخرى لم تستطع أن تأخذ معها المذاق العراقي الذي أصبح الأكثر جماهيرية وربحا هنا. رغم رحيل أعداد كبيرة من أصحاب المطاعم العراقية، فإن هذه المحال لا تزال قائمة بنفس أسمائها ونشاطها التجاري، إلا أن ملاكها الجدد مصريون. إحنا بنعمل عيش صمون وعيش تنور، بيختلف عن العيش المصري إن ده شغله يختلف بس في طريقة في صنعته، بس إنه هو نفس الخامات ونفس كده، بس بيختلف الدقيق جودة أعلى. هو الفرن بدايته كان أبو زيت العراقي ومن 2006، استمر فترة وبعد كده اشتروه مصريين واستمر في إنتاج نفس الخبز والصمول، وزباينه زي ما هم ما تأثروش. رائحة العراق التي أصبحت جزءا من المنطقة تعبر عنها وتصفها لا تزال كبادئها منذ 13 عاما، ولم تعد ترتبط بوجود العراقيين في المنطقة، فقط ثقافة الطعام التي مدت جسرا جديدا بين بغداد والقاهرة. ساريا ياسين، الغد العربي، القاهرة.